أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير من هذه الرسالة اليومية لتلفزيون الكويت، وكذلك أيضا تواصلنا معكم في مثل هذه المشاركة وأنجاح حقيقة لهذه الرسالة لنقل هذه الصورة. مشاهدينا الكرام خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، تواصلنا وياكم اليوم مع قناة إثراء وتلفزيون الكويت بالأخص أيضا على دوره واهتمامه أيضا، وكذلك أيضا مراقبنا أيضا أخوي طبعا ناصر الحمضان، حياك الله طال عمرك. يا هلا فيك. مثل ما أنتم شايفين الحمد لله، أتمينا كفريق وزارة الإعلام النقل بثلاث أشكال، وإذاعة الكويت أيضا ما قصرت في نقل هذه الشعيرة من المسجد الكبير للدولة، ولله الحمد تم الأمر في كل سلاسة، سواء من ناحيتنا إحنا كوزارة الإعلام أو من الجهات المتواجدة اللي كانت تخدم المواطنين والمقيمين على هذه الأرض لأداء العشر الأواخر وانتظار ليلة القدر. يا رب ترزقني فيها. صادفنا بإذن الله تعالى أخوي طبعا ناصر الحمضان اليوم للأمانة جهودكم، وكذلك أخوي طبعا أحمد دحام الشمري مدير قناة إثراء، بما أنك أيضا مراقب حقيقة لهذه البرامج. اليوم عندنا ثلاث برامج، البث المباشر من 11 ل 12، وعندنا كذلك أيضا لنقل الصلاة أيضا من 12 لثنتين إلى ربع، وكذلك أيضا رسالة التي تقدم لهذا المهرجان، كذلك أيضا رسالتنا أيضا تقدم لهذه الأيام المباركة، لكن دوركم واهتمامكم بالفعل في هذه البرامج. أنتم اليوم حقيقة سهلتوا وذللتوا أيضا جميع الصعاب في سيارة النقل، تواجد أيضا هذا الطاقم بشكل يومي. والله شوف خلنا أقول لك شيء، إحنا جم جينا نشتغل في هذا الموضوع، جينا من دافع ديني إنساني، لذلك تلاقي أن ما شاء الله لله ما كان عندنا ولا شكوى من أي طاقم أو من أي فرد من طواقم البث سلاسة معينة. أحيانا أدور شغل لي ماني لاقي، من ما شاء الله عليه الله الكل متمرس. إحنا حرصنا أساسا وتوجيهات من معالي وزير الإعلام أن يكون هذا الطاقم مختص، يعني يكون هذا الطاقم مخضرم عارف الشغل، لأن أنت قاعد تنقل من المسجد الكبير للدولة، قاعد تنقل يعني حدث مهم من العشر الأواخر من رمضان. العشر الأواخر من رمضان أنت ما تدري حجم الناس اللي يكون موجود، الجماعة اللي موجودين على يشوفون شاشات تلفزيون الكويت يشوفون الأعداد الضخمة الموجودة، تدري شو من الغلطة على الهواء؟ الغلطة على الهواء كارثة. لذلك إحنا حرصنا أن نكون على أهبة الاستعداد، وجميع الطواقم الموجودة عندنا متمرسة وصار لها عمر كبير في عالم الإعلام، عشان فقط يكون على قدر المسؤولية ونغطي هذا الحدث. يا رب تعالى ناصر الحمضان أيضا لجهودكم الطيبة ومخلصة، أيضا المسؤولين متواجدين معنا بشكل يومي أخوي ناصر الحمضان أيضا بدوره واهتمامه لنقل هذه الصورة المميزة، سواء كان الرسالة أو البث المباشر من الاستوديو، وهناك أيضا النقل لصلاة أيضا العشر الأواخر بشكل يومي، من هذه اللي نقدر نقول فعالية حقيقة من جهود الجبار لوزارة الإعلام بدورهم واهتمام. ناصر الحمضان شكرا لك طال عمرك. يا هلا فيكم وما قصرتوا. يا هلا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وهناك دور كبير وفعال أيضا بتواجد حقيقة إدارة الأطفاء في مشاركتهم، أخو يوسف الصالح حياك الله يعطيك العافية طال عمرك. الله يعافيك حبيبي، يعطيكم الله في هذه الأيام المباركة، وكذلك أيضا تواجدك معنا اليوم في هذه المشاركة. لكن اليوم الدور الكبير إدارة المطافي مهمة جدا جدا حقيقة بهذه التغطية لمسجد الكبير. نعم احنا دورنا طبيعي، يعني احنا كل سنة نشارك ونأمن المساجد دولة الكويت، طبعا احنا نأمن بس مو بس مسجد الدولة الكبير، نأمن جميع المحافظات والمساجد الكبيرة اللي فيها مصلين، عدد كبير من المصلين. نعم يوسف، ما شاء الله عليكم لكم كذا موقع في المسجد. اي هذا شيء طبيعي لانه هو اكبر مسجد دولة الكويت تقريبا، يعني انت تحكي عن فوق 5000 متر مربع، يعني فمن الطبيعي، وعدد الخيام وعدد المصلين كبير جدا، والمصلين النساء هم كبير جدا العدد. فعندنا خطة مسبقة من الإدارة العامة للإطفاء ندشش فيها إدارة الوقاية وإدارة المكافحة لتأمين المسجد من الداخل والخارج. عندكم طبعا هناك تعاون ما بين العنصر النسائي؟ طبيعي، قلت لك مثل ما قلت لك عند إدارة الوقاية عندهم مفتشات النسائيين يدخلون داخل المصلى النسائي لتأمينه، طبعا في عدد المطفاءات، عدد الكاشفات الدخان الموجودة، المخارج والمداخل هل هي سليمة، هل هي في صالح للعمل ولا.
يا رب الله تعالى. ونقول يعطيكم العافية أيضا إدارة الأطفاء يا أخوي يوسف الصالح أيضا بتواجده معنا، وكذلك أيضا هذه الإدارة مهمة لجميع مرافق الدولة أيضا في مثل هذه الأيام المباركة. مشاهدينا الكرام خلكم ويانا. أهلا بكم مشاهدينا، تواصلنا اليوم في هذه المشاركة أيضا لليلة 27، وكذلك أيضا نجاح كبير حقيقة بإخواني المنظمين لعدنان المديرس في هذه المشاركة. حياك الله طال عمرك. الله يحييك وحياكم الله ومكانكم بين أهلكم وإخوانكم. يعطيكم العافية أيضا بدوركم ونجاحكم اليوم. طبعا الصفوف الأمامية للأمانة ازدحام شديد كذلك، وهناك أيضا ترتيبات لأيضا حجوز حقيقة نقدر نقول للأمة والمشايخ وكذلك أيضا المسؤولين. نعم احنا إن شاء ما شاء الله يعني كل سنة يعني نكون مسؤولين حق الوعاظ والضيوف اللي يشاركوننا كل سنة يحضرون يصلون عندنا، فنكون مسؤولين على الصف الأمامي يعني بحيث أن ما أحد يتخطى ويتعدى على مكان الأئمة والمشايخ والمصححين طبعا صحيح. فيحضرون الوكلاء وهذا، فإحنا مسؤولين هالمكان هذا يعني بحيث أنه يطلع بصورة، نطلع بصورة يعني مسجد الدولة يعني شيء مشرف، شرف لنا في المسجد وللدولة. ودائما حقيقة سواء كان في وقت بث مباشر وكذلك أيضا من يعني الصلوات نقدر نقول مهمة عشر الأواخر، وكذلك أيضا لابد أن هناك أما المصححين للإمام، هذا شيء ضروري للحجوزات الأمامية. في بعض هناك نصائح منكم أيضا توجه للمصلين؟ طبعا احنا ما ودنا أن يعني أحد من الحفاظ حتى من الزوار أو المصلين خلف الإمام أن ما أحد يرد إذا غلط الإمام، فإحنا نكون حريصين أن يكون المصححين دائما وراء قريبين وراء الإمام، بحيث أنه وايد تحصل يعني عندنا مشاكل يغلط الإمام لا سمح الله في آية ولا شيء، يرد يتخربط في الرد على والتصحيح حق الشيخ، صوته بعيد. نعم صوته بعيد ويخربط الإمام يعني يربك الإمام أساسا. فعندنا إحنا ما شاء الله ثلاثة يعني كل سنة موجودين وراء الشيخ ما شاء الله. مع ما شاء الله يعني حتى الشيخ داود العسوسي ما شاء الله من الحفاظ يعني، فهو ما نستغنى عنه. اي نعم اي نعم. يعطيكم العافيه اخوي ايضا في مشاركتك في هذه المتابعه وحرصك ايضا على هذا التطوع عدنان المديرس، شكرا لك طال عمرك. حياك الله، الساعه مباركه فيكم، حياك الله. مشاركة حقيقة مميزة لجميع إخواني أيضا في تواصلهم لهذا المساء، وكذلك أيضا تواجدنا في مسجد الكبير. معي طبعا محمد المتعب، حياك الله طال عمرك. الله يحييك يعطيكم العافية. الله يعافيك يا محمد المتعب. أيضا كل شخص له دوره وكل شخص أيضا له همته في هذا المسجد، وهناك تطوعات كثيرة نبي نتكلم عنها بشكل عام. والله أول شيء طبعا اليوم الحضور طيب، لأن اليوم بكرة تعرف يوم السبت، فالناس ستي لأن عارفة وراها إجازة. طبعا العشر الأواخر هي كلها ليالي مباركة. المشاركة مثل ما قلت لك، إحنا طبعا بداية نشكر تلفزيون الكويت ونشكر الداخلية والمطافي والوزارة الصحة والهلال الأحمر، هذول الدفاع المدني طبعا، والدفاع المدني ما ننساهم بعد، جزاهم الله ألف خير. هذول جميعهم شاركوا لإنجاح هذه الليلة أو إنجاح بالأصح العشر الأواخر. بالفعل طبعا محمد المتعب كذلك أيضا دور كبير أيضا المصلين، لابد أن هناك نوجههم نصيحة أيضا للتعليمات، الالتزام أيضا في الوقت، التزام أيضا عدم ازدحامهم في الصفوف سواء كان الأمامية أو غيرها. والله هذا طبعا هذا احنا نقول الشباب من جايين من الشباب والرياضة المتطوعين، هم قاعد ينظمون صفوف المصلين، والمصلين الحمد لله هذه السنة جدا متعاونين، يعني ما عندهم يعني أي مخالفات أو أي تذمر يعني، فهم منظمين نفسهم الحمد لله يعني. يا رب تعالى وتمنى لكم التوفيق، وشكرا لك طال عمرك. العفو، جزاك الله ألف خير، ونشكر تلفزيون الكويت وإن شاء الله الله يتقبل منا ومنكم. مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم لختام هذه الرسالة اليومية من تلفزيون الكويت، وكذلك أيضا دور هذه الرسالة لتغطية كاملة المسجد الكبير، وكذلك أيضا نجاح وتطور لجميع الهيئات العليا والمؤسسات الدولة على دورهم واهتمامهم بنقل هذه الصور. نستودعكم الله، إلى اللقاء.